السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يطلق النسخة الثالثة لمشروع مجلة الخير. البدء بتصوير الحصص العملية من ورش المدارس الصناعية. إلزام المتعافين من فيروس كورونا بتركيب السوار الإلكتروني لمدة 4 أسابيع. بكم إلى تفاصيل السادسة. أطلق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية المشروع المجتمعي الرائد مجلة الخير النسخة الثالثة، حيث يعتبر مشروع إفطار صائم يوزع قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد النجاح الباهر الذي تحقق على مدى عامين على التوالي، تأكيدا على الدور الذي تلعبه المحافظة في تحقيق التواصل والتكافل الاجتماعي في كافة مناطق المحافظة. وأكد سموه أن المحافظة حريصة على تبني المشاريع الاستثنائية والرائدة عن بعد بما يلبي احتياجات الأهالي في مختلف المناسبات، لا سيما مع اقتراب الشهر الفضيل، وذلك تعزيزا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم السمحة للمساهمة في نماء العمل المجتمعي. أعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بأن الوزارة قد بدأت تصوير الحصص العملية من داخل ورش مدارس التعليم الفني والمهني، وذلك استعدادا لبثها لتغطية احتياجات طلبة التعليم الصناعي خلال فترة تعليق الدراسة، حيث أعدت هذه الحصص التعليمية المتلفزة من قبل عدد من معلمي واختصاصي إدارة التعليم الفني والمهني كمحاكاة للواقع العملي لأولئك الطلبة، والتي تعتمد على المعايير المهنية المطلوبة إضافة إلى ما تم إنجازه على صعيد المواد النظرية لهذا النوع من التعليم. وأوضح الوزير أن فرق العمل وعددها 45 فريقا شكلتها الوزارة، وتتكون من 300 من المؤهلين يعملون على إنجاز المواد التعليمية الرقمية والمرئية لمختلف المراحل الدراسية لخدمة الطلبة على صعيد المحتوى الرقمي خلال فترة تعليق الدراسة، حيث أنجزت حتى الآن 1020 درسا نموذجيا تم تحويلها إلى المحتوى الرقمي في البوابة التعليمية، تعززها إثراءات يصل عددها إلى 1121 إثراء من إعداد قطاع التعليم والمناهج، إلى جانب إعداد 971 درسا وبثها عبر 14 قناة تعليمية في اليوتيوب، إضافة إلى إعداد 338 درسا متلفزا يبث على القناة التعليمية التي دشنت بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام. وبين الوزير أن هناك تفاعلا واضحا من الطلبة وأولياء أمورهم في التواصل مع البوابة التعليمية، مؤكدا بأن الوزارة مستمرة في العمل على هذا الصعيد. هذا وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود القائمين على مركز التواصل بقطاع التعليم العام والفني بالوزارة، والذين تمكنوا من التعامل الإيجابي السريع مع 843 اتصالا خلال 5 أيام حتى يوم أمس الأحد في إطار التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور. وتضمنت هذه الاتصالات استفسارات متنوعة بشأن العديد من الشؤون التعليمية في ظل الظروف الراهنة، وخاصة ما يتعلق بالبوابة التعليمية الإلكترونية والدروس التفاعلية المركزية. وأكد الوزير خلال زيارة قام بها إلى المركز أن قطاع التعليم العام والفني قد قام بمضاعفة خطوط الاتصال المتوافرة من 3 إلى 6 خطوط نظرا لكثرة الاتصالات في الفترة الأخيرة، ومن أجل زيادة القدرة الاستيعابية للتعامل مع جميع الأسئلة والاستفسارات، وفي ذلك إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ للتواصل مع جمهورها بالشكل الذي يسهم في إيصال خدماتها بالصورة المطلوبة. هذا ويتلقى المركز الاتصالات خلال أيام الدوام الرسمي من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، إضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية أخرى عبر البوابة التعليمية لتلقي الأسئلة ذات العلاقة بالجانب التقني.
أصدرت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح قرارا حول العزل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستشد. يتيح للوزارة إلزام من يسري عليهم القرار استخدام سوار يوضع حول معصم اليد وتشغيل التطبيق المرتبط به، وذلك للتحقق من التزامهم بإجراءات العزل الصحي. ولا يجوز للخاضع للعزل الصحي الامتناع عن وضع السوار أو التنصل منه أو تعطيله أو الإخلال بتنفيذ إجراءات العزل بأي شكل من الأشكال، وذلك بحسب القرار رقم 25 لسنة 2020 والصادر عن الوزيرة في الجريدة الرسمية. وجاء في القرار الفئات الواجب التزامها بإجراءات العزل الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، وهم الأشخاص الذين خرجوا من أحد المؤسسات الصحية واستقرت حالتهم بعد تلقيهم العلاج اللازم نتيجة إصابتهم، وذلك لمدة 4 أسابيع تحتسب من تاريخ خروجهم من المؤسسة الصحية، بالإضافة إلى الأشخاص المشتبه في إصابتهم نتيجة مخالطة شخص مصاب بهذا الفيروس، وذلك لمدة 2 أسبوع تبدأ من آخر مخالطة للشخص المصاب. أما الفئة الثالثة فهي للأشخاص القادمين من دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة 2 أسبوع من تاريخ وصولهم إلى مملكة البحرين، مع جواز طلب التمريض من المختصين لجميع الفئات إذا اقتضت الحاجة. هذا وأصدرت وزارة الصحة بعض التعليمات التوجيهية لنزلاء الفنادق الذين يخضعون للحجر الصحي، وذلك من منطلق حرصها على سلامة النزلاء خلال إقامتهم في الفندق ومنع لانتشار أي عدوى. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مبادرة ابتسامة تواصل دعمها للأطفال مرضى السرطان وعائلاتهم.
أعلن الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن تبني المحافظة حملة خيرية تستهدف توزيع الوجبات الغذائية على العمالة الوافدة التي تقطن المحافظة، وذلك ضمن مساعي المحافظة نحو إيصال الغذاء المطلوب للعمالة قدر الإمكان في ظل تأثر بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية بحزمة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح المحافظ خلال زيارته مقر إعداد الوجبات أن اليوم الأول من الحملة شهد مساهمة المحافظة والمتطوعين في توزيع 1100 وجبة غذائية على العمالة الوافدة، مضيفا أن المجتمع البحريني عرف على قيم العطاء والتضامن النابعة من كرم العادات والتقاليد الأصيلة التي يتميز بها، خصوصا أن المبادرات الخيرية في ظل هذه الأزمة تسهم نحو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز من تكاتف المجتمع. قررت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سحب وتعليق جميع الأدوية المحتوية على مادة الرانيتدين من أسواق مملكة البحرين ومنع استيرادها لاحتمال احتوائها على بعض الشوائب المسرطنة. وجاء ذلك بناء على توصية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومجلس الصحة الخليجي. لذلك قامت الهيئة بإصدار تعميما لجميع المستشفيات والصيدليات بعدم وصف أو صرف تلك الأدوية، وتنصح الهيئة مستخدمي تلك الأدوية باستشارة مختصي الرعاية الصحية لوصف البدائل المناسبة لهم. قامت مبادرة ابتسامة التابعة لجمعية المستقبل الشبابية بتقديم أدوات وقاية من فيروس كورونا لأطفال مرضى السرطان من منتسبي المبادرة مع عائلاتهم، وتضمن هذه الأدوات حزمة متكاملة من الكمامات والقفازات والمعقمات. وقد تم إيصال أدوات الوقاية إلى بيوت الأطفال المرضى في مناطق مختلفة من مدن وقرى البحرين، مع تقديم شرح حول كيفية الاستخدام. تم تعقيم المساعدات خلال تعبئتها وأثناء توزيعها، مع التأكيد على أهالي الأطفال بضرورة تطبيق الإرشادات الصحية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ويقوم متطوعو المبادرة حاليا أيضا بحملة لنشر الوعي بين أهالي الأطفال مرضى السرطان حول ضرورة اتباع أقصى حماية ممكنة لأطفالهم. هذا وأوقفت مبادرة ابتسامة فعالياتها الجماعية خوفا على صحة منتسبيها الأطفال، كما انتقل موظفيها للعمل من المنزل مع تخصيص خط ساخن لأولياء الأمور. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.